يعني شركه عالميه جباره طبعا، لازم افخر بيك، دماغ محترمه مصريه عظيم. وكان قاعد في العلبسين بيكتب كلنا خالد سعيد، فمش مش لازم تكون فقران ومتقطع هدومك ومش لاقي تاكل، ده مهم جدا علشان انت تعمل ثوره. والثوره ما كانش ثوره من اجل الاكل، مهم الثوره من اجل الحريه، وده اللي لازم المصريين يفهموه يعرفوه. هذا الشعب العظيم النبيل اللي طلع في 17 سنه حضرت 6000 سنه اللي جواه، 17 يوم اسف. انا عايز اقول لك استاذ محمود، احنا في 30 سنه طلعنا اسوأ ما فينا، اسوأ ما في الشعب المصري. الكلمه دي عجبتني جدا، سمعتها من الاستاذ اسامه هيكل، وهي كلمه ان النظام استطاع ان يخرج اسوأ ما في الشعب المصري. يعني ده النظام اللي عمل كده، صحيح، طلع اسوأ ما فينا فعلا. صحيح، طلع اسوأ ما في الشعب المصري في 16 سنه. تعرف في حاجه في الدنيا؟ اخلاق الزحام، لما تبقى في اتوبيس ومضغوط وتبقى ايه الادب ولسانك طويل وعصبي، ففي اخلاق الاستبداد، اخلاق الاستبداد، خصوصا ان النظام عملي، النظام عايز يفسد. ايه ابسط حل عشان يفسد النظام؟ يفسد الشعب، يترك الباب لافساد الشعب. عشان كده كنا بنلاقي الدفاع عن ان عسكري مرور ياخد 5 جنيه يقول لك وماله غلبان، ياخد رشوه كرمية. يروح اي والرشوه بقت الشاي بتاعنا يا بيه، وفين الشاي بتاعنا يا بيه، وحاجات كده. والمال الاسود كتر جدا في مصر. فبقول لك انه ال 30 سنه دول كانوا بيطلع اسوأ ما فينا، انما في ال 17 يوم ده طلع اجمل ما في المصريين. يعني احنا كنا في مظاهرات، في قلب المظاهرات، وبتضرب عليك كل هذا الضرب، وشباب شايل كرتونه فاضيه بيلم فيها الزباله. ايه ده؟ مين قال له؟ محدش قال له حاجه، ده حاجه تلقائيه. احنا كنا 17 يوم اللي في ميدان التحرير مفيش حادثه تحرش واحده، مفيش بنت اتنرفزت من ولد عشان مش عارف عمل ايه، ولا فكر في ايه. صحيح. وبعدين مش عايز بقول قصه الاقباط والمسلمين، لان كل الناس شافت وعرفت. 17 يوم مفيش عسكري على كنيسه ولا بتصب بخدش. فدي ده انما احنا الحقيقه هننتقل من عصر الثوره الى عصر السياسه، فهيطلع شويات من اسوأ ما فينا بقى شويه. ما هو دي لحظه السهر، لحظه الخروج الهائل الرائع المشرق المنير المضيء، لكن بعد كده خلاص هخش الحياه اليوميه، الجهاد الاكبر بقى، نخش في ده بقى. يعني لان احنا ممكن نقاتل في معركه، لكن لما نخرج للجهاد الاكبر في بيتنا وفي بيوتنا وفي عملنا وفي شغلنا يبان بقى تفاصيل اخرى. ده اللي محتاجه مصر تاخد بالها منه، لانه الدنيا مش هتتغير بين لحظه واخرى، بين يعني نهار وضحاه. طيب استاذ ابراهيم، انت يعني بصيت بس يعني ممتازة على الصورة، واكدنا انها مش ثورة الشباب، انها ثورة بدأت بالشباب لكنها ثورة شعبية، بدعوة الشباب كمان، لانه بدعوة الشباب لكنها ثورة مش الشباب في مجملها بقى، هي ثورة شعبية بالظبط، ثورة تبحث عن الحرية، لا مش 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 حاجه تانية. يعني ما هو ده يا استاذ محمود اللي لازم كلنا نعرفه، ان الحريه هي اللي هتجيب لك اكل العيش. لانه في الاخر يا جماعه، لو احنا اقتصادنا قوي فظيع رهيب وحاجه ما حصلتش، لكن اللي قائم عليه انا ما اعرفش احاسبه، ما اعرفش اقول له من اين لك هذا، بيصرف زي ما هو عايز، ما حدش بيقدر يراقبه ويحاسبه، ما هيفسد، ما هيضيع الاقتصاد. طيب اذا قدرتك على الديمقراطيه والحريه وقدرتي على محاسبه ومساءله المسؤول هي اللي هتخلي كل حاجه صح. اللي حصل في تونس يا استاذ ابراهيم كانت ظروفهم الاقتصاديه كويسه جدا، يعني ما كانتش ظروف اقتصاديه سيئه. ايوه، الكرامه اهم من اكل العيش. والمفاجاه بقى اللي لازم تدهش الجميع، ان الحريه اللي هتجيب اكل العيش المحترم النظيف ده، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك اطلبوا حاجاتكم بعزه. عزه ده بيقول للسائل، بيقول للسائل اطلبوا حاجاتكم بعزه، ما بالك بقى بالمواطن. يعني لابد ان يكون في حاله من حالات الثقه، أن إحساسك كبريائك وكرامتك وكونك مواطن في هذا البلد ومنتمي إلى هذا الوطن وتدرك حقوقك جيدا تحاسب التخين في البلد دي. مفيش بقى فكرة يا فرعون إيه فرعانك ومش عارف حش والديل وكلام بقى إيه اللي هو أمراضنا القديمة، برضو ما ممكن تطلع تاني وتنمو تاني. واللي أنا شايفه الحقيقة، أنا انزعجت جدا من حاجتين بعد نجاح الثورة، أزعجوني بشكل حقيقي. الحاجة الأولية الأغاني الوطنية، وحسيت انه بيتعاملوا مع الثوره كاننا خدنا بطوله افريقيا. في يا جماعه ايه الاغاني الوطنيه؟ ايه الطنطنه المبالغ فيها والفنانين بيدوروا يكتبوا اغاني وطنيه؟ يعني اذا ما كانش الصدق هو حليف كل القصه دي. وبعدين المفارقه ان الاغاني الوطنيه اللي الناس مصدقاها وبتحبها هي اغاني عبد الحليم بتاعه الثوره مش الجديد. ما فيش ما هو اللي عمل يعني ارحمونا من الاغاني الوطنيه شويه، لان بس مش فاهم وجهه نظرك في الاغاني الوطنيه دي ليه؟ الاغاني الوطنيه دي بتشحن الناس. ما انا مش عايز اشحن الناس، مش عايز تشحن، انا عايز ان الناس تفكر
مش عايز انا استخدم عواطفهم لحظه الثوره 17 يوم دلوقتي مش لحظه الثوره. ده السؤال بقى. انا عايز اقول لك حاجه تانية اللي مضايقاني انه لما ضباط الشرطه خرجوا في مظاهرات احتجاجيه طلبا لتحسين اوضاعهم الاقتصاديه، انا عايز اقول لك انه لا يمكن تحسين وضع الشرطه وعلاقه الشرطه بالناس الا لما يقلعوا النظارات الشمس دي. يعني والنبي ارجوك يا حضرات الضباط اقلعوا النظارات الشمس دي والناس تبص في عينيكم، انما حاله النظاره الشمس الغامقه اللي تعمل فاصل بينك وبين المواطن انك انت تبعت امين الشرطه يجيب الرخصه وانت قاعد اساسا الكمين ده اساسا مش قانوني ومش دستوري. انما عموما ضباط الشرطه هو ابن عمتي وابن علي، شخصيا كتبت استمارات لاصدقائي في ثالثه ثانوي ان خط حلم يخش كليه الشرطه فالعائله دول اصحابي دول اخواتي دول اهلي. طبعا كون ان الفتره اللي فاتت طلعت اسوأ ما فيهم ده برضو ماشي، ده ينطبق على الكل. المخطئ والمجرم فيهم ياخد عقابه، انما الشريف يفضل بيحمينا وبيحمي امننا واخونا وابننا وابن عمتنا وابن عمنا، لكن في نفس الوقت لازم ياخد باله يقلع النضاره الشمس دي، يقلع حاله الحاجز دي سهله يعني يقلع الحاجز بينه وبين المواطن ده ويتعامل انه هو بيقوم بمهمته وشغلته والمواطن مواطن له كرامته وكبرياءه. اتفضل. تمام. بس هنسال بكره. لا عايز اسال بقى على الحاجات اللي انت بتتكلم عنها حضرتك اللي هي حاجات ممكن تفسد فهم الناس للثوره. يعني حلها لي، ايه الاشياء اللي ممكن الناس النهارده تقع فيها فتفسد يعني علاقتهم بالثورة أو أو تؤثر على الثورة بشكل أو بآخر، بس بعد ما تشرب العصير بقى. شكرا جدا.